وادي الجن، بئر الكفار، قعر الجن، كل دي من أسامي بئر برهوت اللي هنتكلم عنه النهاردة. القصة بتاعتنا النهاردة عن بئر برهوت. أكيد في ناس كتير ما سمعتش عنه، بس أكيد في ناس سمعت عنه وقرت عنه. فيلا بينا نعرف ليه بئر برهوت يعتبر من أبغض الأماكن اللي ممكن تروحها، وليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قال شر الماء ماء برهوت. بس بسرعة، اللي ما يعرفنيش، أنا حنان بقدم قصة كل أسبوع على اليوتيوب. لو لسه مشتركتوش في القناة انزلوا اشتركوا ولايك لو الفيديو عجبكم، ويلا بينا على بئر برهوت. بئر برهوت موجود في حضرموت في اليمن، وكلنا لما بنلاقي بئر بنبقى عايزين نحافظ عليه وبنحافظ على المية اللي فيه لأنه بيعتبر رمز للحياة. بس بئر برهوت هو رمز للموت حرفيا، مفيش حد نزل البير ده وطلع عايش. آخر فرد نزل البير دوت كان مربوط بحبال، ولما نزل لجزء كبير من البير سمعوه بيصرخ، ولما طلعوه ملقوش إلا جزءه اللي فوق بس، وطبعا طلع ميت. فتحة البير بتاعت بئر برهوت من 50 متر ل100 متر، وعمقه من 250 متر ل400 متر، يعني البير كبير ومخيف فعلا. الغريب بقى في الموضوع إنه مش من صنع الإنسان، بيتقال انه موجود من قبل التاريخ. البير ده على طول مظلم مش بينور الا لما الشمس بتتعامد مع فوهة البير، لما بتنور كده نقدر نشوف جزء كبير من البير، ونقدر نشوف بيبقى فيه حمام ابيض وفيه تعابين سودا عملاقة، وبيبقى فيه اشجار كده حوالين البير مغطية الحيطان بتاعت البير، وفيه تعابين سودا عملاقة كبيرة قوي. حوالين البير من جوه بقى في الجدران موجود أشجار خضرة كتير قوي، لما بتبص حواليك من بره البير على بعد كيلومترات كتير بتلاقي صحراء كبيرة قوي ملهاش أول من آخر. بس لما بتبص للبير وتلاقي الأشجار والحمام والحشرات اللي موجودة ديت، بتحسوا إن في نوع تاني من أنواع الحياة موجود في البير ده. من الأساطير بقى اللي اتقالت حوالين البير ده إن كان في ست بترعى الغنم حوالين البير دوت من سنين كتير قوي، وسابت ابنها صغير وتلهت في الغنم، كانت بتجمع الغنم بتاعها، بس فجأة ملقتش ابنها، وده صار رعب كتير قوي في قلب الناس اللي كانوا عايشين حوالين البير. ومرة تانية نزل راجل البير وملجعش تاني، كم يطلعوا الحبل طلعوه فاضي من غير ما يكون الحبل مقطوع او يكون فيه اي حاجة، ودي من اكثر الاسباب اللي خلاهم يقولوا ان البير ده مسكون. ومن القصص والاساطير برضو حوالين البير ده ان هما بيقولوا ان في ملك من الجن، ملك من ملوك الدولة الحميرية في اليمن، استعان بالجن في حفر البير ده علشان يخبي كنوزه اللي كانت كتير قوي، وان هو كان شايف ان في ناس كتير قوي طمعانة في فلوسه، طمعانة في كنوزه، طمعانة في الذهب بتاعه، فاستعان بالجن علشان يقدروا يحموا فلوسه، وقال لهم يعني ان هم يخبوا كنوزه دي في مكان ما، والجن حفر البير دوت، وبعد كده خد كنوز الملك دوت وحطوها في البير، وبعد ما الملك ده مات الجن استولى على كل الكنوز دي، علشان كده بقى سموه بئر برهوت، ومعنى كلمة برهوت يعني الجن. من الخرافات بقى اللي بتتناول حوالين البير ده ان الجن حفروه عشان يعملوه سجن للجن العاصي، يعني اي جن بيعصي الاوامر او يغلط بيحطوه في البير ده. وبيقولوا على صحة كلامهم في الموضوع ده ان في ابخرة وغازات بتطلع ريحتها وحشة قوي، وعلشان كده بيقولوا ان الجن بيبقى ساكن في المكان دوت. الناس اللي راحت البير وحطوا مكبرات صوت كان ساعات في اصوات مية، وساعات بتبقى في اصوات بتخوف، حاولوا ساعات كتير ينزلوا كاميرات عشان تصور تحت، بس للأسف الكاميرات بتطلع بايظة، يعني الكاميرا تنزل تصور ييجوا يشغلوا الكاميرا يلاقوها مش شغالة. حاولوا ينزلوا روبوت عبارة عن طيارة بدون سائق طبعا وفيها كاميرا علشان تنزل، بس الطيارة معرفتش تنزل خالص، كانت في أكن حاجة بتشدها لفوق، كل ما اللي ماسك الروبوت ينزل الطيارة لتحت لا كانت الطيارة برضو بتطلع لفوق تاني. حتى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بكبة بحضر موت كرجل الجراد
يصبح يتدفق ويمسي لا بلال فيه. يعني حتى لو في ناس شايفه ان البير شكله جميل خارجيا من زرع وسط صحراء وميه، لا ده لا يغني عن ان البير ده شر كبير جدا جدا. تعامل الشياطين بالسحر الاسود معروف من زمان جدا، من قبل التاريخ. وفي يوم من الايام كان في مجموعه من الشباب كانوا حوالين البير ومش عارفين اصلا قصه البير دوت، ولا يعرفوا اي حاجه عن البير، وكانوا عطشانين جدا جدا. لما لقوا البير قالوا هنربط واحد فينا ينزل يجيب لنا ميه من تحت، ولما نزلوه يعني الطول كتير جدا اتاخر قوي، يعني ما سمعوش صوته ولا سمعوا اي حاجه. فقالوا ده اتاخر، فاحنا هنحاول ان احنا نطلعه تاني علشان نعرف هو وصل للميه ولا لا. وبالفعل لما طلعوه ملقوش الا جزءه الفوقاني بس، وجزءه التحتاني كان متاكل وما يعرفوش اي سبب للي حصل دوت. وطبعا كان طالع ميت ما قالهمش عن اي حاجة. في رواية تانية بقى عن ابي طالب قال: ابغض البقاع على وجه الارض وادي برهوت بحضر موت، فيه بئر ماءه اسود منتن يودي اليه ارواح الكفار. وبرضه في يوم من الايام كان في مجموعه من الشباب مسافرين وتعبوا من الطريق، قالوا هنخيم لحد الصبح جنب البير دوت. ومن سوء حظهم ان هم كانوا جنب بير وادي برهوت، والبير طول الليل سامعين يا دومه يا دومه، ويقال ان اسم دومه هو الملك الموكل بارواح الكفار وبارواح الجن. الناس اللي عايشه جنب بئر برهوت عايشين بعيد عنه بمسافات كتير جدا، لو شموا ريحة وحشة أو ريحة مش كويسة بيقولوا إن في ملك من ملوك الجن مات ودخلت روحه للبير ده. بيتقال برضو إن في يوم القيامة هتخرج منه أرواح الكفار. البير حاليا سكنه الحمام والخفافيش، وسره هيفضل سر من أسرار الدنيا اللي مش عارفين عنها أي حاجة. اللي لازم أقوله بقى في آخر الفيديو إن دي حاجات اساطير وحكايات مسموعه من الناس اللي ساكنه حوالين البير، بس هل الحكايات دي حقيقيه او لا احنا مش عارفين. دي كلها حكايات مرويه على السنه الناس اللي عايشين حوالين البير وعايشين جنب البير، وعلشان البير دوت هم طلعوا على الدنيا كده لقوه، يعني طلعوا بيسالوا بعض مين اللي بنى ده مين اللي بنى ده، بيسالوا اجدادهم، محدش عارف مين اللي بنى البير دوت، ومحدش عارف ليه اللي بينزل البير بيحصله الحاجات ديت. علشان كده كترة الأساطير وكترة القصص حوالين البير ده. دي كانت القصة بتاعتنا النهاردة. لو عجبتكم انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس، واشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة وفيديو جديد. بحبكم في الله.